أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ محمد من شركة خبير دبي لخدمات رجال الأعمال. بداية أهلا أستاذي. يا هلا ومرحبا فيكم أستاذ محمد، ممكن تعرفنا شوي عن نفسك؟ أكيد. وياكم محمد الجزيري، من مواليد الإمارات، وتربيت وترعرعت في دول الإمارات العربية المتحدة والحمد لله. ما شاء الله. أستاذ محمد، ممكن تحكي لنا كيف كانت البدايات مع الشركة؟ أكيد، نعم. فبديت من سنة 1999 في العالم البرمجة، وكمان في العالم الأسهم والعملات الرقمية، وإلى الحال الحاضر كما بديت في البين سبورت كموزع وتسويقي. إلى الحين الحمد لله بديت في شركة خبير دبي، وبدأت الشركة من سنة 2018. ما شاء الله. أستاذ محمد، ممكن تحكي لنا شو الخدمات اللي بتقدمها شركة خبير دبي؟ أكيد، عندنا خدمات استشارة البزنس الجديد، وعندنا خدمات استشارة والإدارة والتسويق، والتسويق من ألف إلى ياء، وكمان عندنا تحليل السوق بشكل عام والتسويق بشكل خاص. ما شاء الله، يعني احنا لو حبينا ممكن نقول انه عندكم الاستشارة ما قبل البزنس، والإدارة والنصيحة اللي بعد البزنس كمان. صح، أكيد. ما شاء الله. أستاذ محمد، ممكن تحكينا كيف تميزت في ظل المنافسة الشديدة في سوق دبي؟ أكيد، نحن الحمد لله تعرفنا على متطلبات السوق، وعرفنا ماركت ريسيرش، وعرفنا السوق بشكل عام وبشكل تفصيلي، والحمد لله بما يشمل رصد رغبات السوق الحاليين والسوق المحتملين لسوق الإمارات بشكل خاص، وكمان عرفنا حلول المشكلات لجميع عملاء وجميع الشركات وجميع كلاينت اللي موجود في هون في دبي. ما شاء الله. أستاذ محمد، لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو هي خططك المستقبلية؟ نحن هدفنا هو نمشي على خطة الشيخ محمد بن راشد، وأكيد أهدافنا في سوق الإمارات توسيع شركتنا في جميع الإمارات، وأيضا مستقبل في الدول الخليج بشكل عام إن شاء الله. إن شاء الله، أتمنى لك الأفضل. مرحب بالأستاذ سعيد من خبير دبي. أهلا وسهلا أستاذ سعيد. هلا ومرحبا، شو أخباركم؟ يا أهلا وسهلا أستاذ سعيد، ممكن تكلمنا شوي عن نفسك؟ أنا سعيد يوسف، وأحد من شركاء شركة خبير دبي. وشركة الخبير دبي هو موجود في الإمارات، في دولة الإمارات في دبي، ونحن نعطي الاستشارات والمساعدات لكل شركات الستارت اب. وهلا مرحبا فيكم، وتشرفنا. أستاذ محمد، ممكن تعطينا نصيحة صغيرة للشباب أو للمستثمرين اللي بيحبوا يجوا يستثمروا في دبي؟ أنا بنصح الشباب يبدأون الاستثمار في دبي، موجود الخطة البنية الأساسية بكل مجال، ودولة ما شاء الله يسهلون الأمور للجميع، رواد الأعمال والمستثمرين الجديد، والحمد لله تسهيل لجميع الفئات الموجودة. شكرا جزيلا أستاذ محمد. وقبل الانتهاء، ممكن تعطينا بس كيف ممكن نتواصل مع شركة خبير دبي؟ أكيد، يمكنكم زيارة مكتبنا في بلو تاور، وأيضا كمان يمكنكم التواصل على أرقام التواصل معكم أو إنستغرام اللي موجود لجميع الفئات إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد. يا هلا ومرحبا، شكرا على الأرقام. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.